حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم مسارات ثقافية، ومسارنا الثقافي لهذا اليوم مميز بتميز ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء الفلكي والكاتب الأستاذ عادل السعدون. حياك الله أستاذ عادل، رحب فيك في برنامج مسارات ثقافية. أهلا والله، مرحبا مرة ثانية، أيضا أحيي الجمهور الكريم وأنا سعيد بوجودكم. وإحنا أسعد بقبولك هذه الدعوة وتواجدك معنا أستاذ عادل. بنروح معك إن شاء الله في هذا الفاصل ونبتدي إن شاء الله في أسئلتنا ومحاورنا. متابعينا نتابع معكم هذا التقرير. ضيفنا اليوم في برنامج مسارات ثقافية الكاتب والفلكي الأستاذ عادل السعدون، والذي تميز بحبه وشغفه بالعلوم الفلكية، وكذلك هو باحث وكاتب في التاريخ والتراث الكويتي. له العديد من الكتب والإصدارات المختصة بمختلف المجالات. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الكاتب والفلكي الأستاذ عادل السعدون. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونرحب مرة أخرى بالمؤرخ والفلكي الأستاذ عادل السعدون. أستاذ عادل، يمكن قبل لا نتكلم ونسهب في الكتابات وتاريخك الكثير من الأحداث، ودنا نتكلم عن أول كتاب لك اللي هو يتكلم عن المدن الصناعية القديمة اللي كانت موجودة في الكويت. خلينا نتكلم عن هذا الإصدار وشنو فكرته وشلون جات الفكرة. هو الحقيقة كان رسالة لأحصل على دبلوم في التنمية والتخطيط سنة 78 في المعهد العربي للتخطيط، وكان دكتور بسادة هو المشرف على الرسالة مالتي. فبدأت أبحث عن مناطق صناعية في الكويت. الكويت في المخطط الهيكلي قسموا الكويت إلى عدة مناطق صناعية، يعني مثل شويخ، بيحيل، شعيبة، في أمغرة، وبعدين صبحان صار. كانت بداية صبحان كذا. فبدأت أدرس طبعا مساحاتها، شنو الصناعات اللي موجودة فيها، شنو المستقبل للصناعة بالكويت. يعني حاولت أشمل كل ما يتعلق في بالنسبة للمناطق الصناعية بالكويت في هذا الكتاب. نعم، جميل. وشلون كان ردود الفعل بعد هذا الكتاب؟ يعني وصلتك ردود فعل عن هذا الكتاب؟ تكلمت عن شنو تحديدا في المناطق الصناعية؟ يعني مثلا منطقة شعيبة تكلمت عن تأسيسها، كان ب 66 كذي، شلون أسسوا الهيئة العامة لمنطقة شعيبة، وبدت الهيئة هي مسؤولة عن توزيع القسائم في المنطقة. نعم. توزيع القسائم ما كان بهالسهولة، يعني لازم تسوي دراسة جدوى، دراسة جدوى أن أنت هل عندك جدية في أنك تقيم مصنع مثل مصنع بلاستيك أو ميلامين أو ورق أو مصنع الأسمنت وغيره، بالإضافة إلى المصافي، مصفات شعيبة يعني موجودة، شركة صناعة الكيماويات البترولية كانت موجودة أيضا، ومحطات محطة شعيبة الشمالية لتغطية المياه، ومحطة شعيبة الجنوبية، والفحم الحجري اللي يطلع من البترول، والكبريت. فكانوا يقدمون دراسة جدوى في قسم خاص في الهيئة الشعيبة يدرس إن هل فعلاً إن هذا المصنع يستمر، لأنه هو دراسة جدوى، وشنو إنك تعطي أرقام إنك تبين إن المصنع ممكن يستمر ومدى حاجة المجتمع له صناعة هاي سواء داخل الكويت أو برا الكويت. نعم. فإذا تمت شروط يخصصوا له قسيمة أرض ويباشر يزودونه بالكهرباء والماء والصرف الصحي والآخري، ويعطونه منطقة مجاورة له يخلونها احتياط لو انه بيتوسع في المستقبل. هذا طبيعي دائما لما انت تصمم منطقه صناعيه. بعدين طلعت منطقه غرب الشعيبه الموجود اللي يسميها الحين ميناء عبد الله. فهذا انا الحين تكلمت عن منطقه واحده. في مناطق ثانيه يعني مثل مناطق صناعات الحرفيه في منطقه الشويخ، منطقه الشرق، صناعات حرفية وليس صناعات استهلاكية أو صناعات إنتاجية، بس حاليا التركيز أكثر شيء بالنسبة للصناعات الاستهلاكية موجودة في صبحان. نعم. البلاستيك وغيره، ورقيات ورقية
المرطبات إلى آخره. جميل. نبي نتكلم عن يمكن الإصدار اللي هو الأوائل الكويتية تكلمنا عنه، ودي نتكلم عن الإصدار الثالث اللي أتوقع يتكلم عن الكويت في خرائط قديمة. نعم. جميل. هذا يعني كتابة تاريخ ولكن من نوع آخر عن على طريق الخرائط القديمة اللي موجودة. نعم. أنا حقيقة عندي تقريبا 250 خريطة أصلية قديمة. فرحت حق دكتور الله يطول عمره عبد الله الغنيم رئيس مركز الدراسات والبحوث، قلت له انا عندي خرائط ودي اني احطها في كتاب، والهدف من الخرائط هذه اني انا ابين ان حدود الكويت من 2000 سنه بالخرائط الموجوده ما كان ضمن العراق حسب ما يدعون البعض، ان الكويت كان ضمن الإقليم العراقي أو الإقليم التركي حتى العثماني. فهو رحب بالفكرة الحقيقة وقال لي تفضل. بديت أضع الخرائط حسب التسلسل التاريخي. يعني عندك أقدم خريطة رسمت عن المنطقة خريطة بطليموس. بطليموس قبل 2000 سنة عنده كتاب اسمه الجغرافيا، تصور 2000 سنة وحاط فيه خرائط العالم كله بخطوط الطول دوار الأرض، عدا طبعا الأمريكتين والأستراليا اللي ما. بالنسبة لخريطة المنطقة العربية أشوف خريطة الكويت أشوف في حاجز حاط بين الكويت وبين العراق مثل جبل حاط حاجز. طبعا الأسماء ما كانت الأسماء الحالية يعني هو حط مدينة الكويت غورنامس اللي اعتقد طلع منها اسم الجرين، حط فيلشة مو بالاسم فيلشة سماها إبفانا، فيلشة سماها إبفانا، حط منطقة اسمها الزور اللي هي مثل راس الزور، اعتقد انها اسم اللي هي راس الزور. اضافة لذلك حط كتارة بالنسبة لقطر بسميها كتارة، اسم كتارة هو اسم يوناني قديم من 2000 سنة. عمان وضعها، اليمن، الجزيرة العربية أيضا كلها، والصحراء العربية اللي ما زالت موجودة أيضا باسم قديم الصحراء العربية أريبيا ديزرتا موجودة. بعدين بديت أحط خرائط اللي طلعت مرة ثانية. خريطة بطليموس طبعها واحد اسمه وايت هول سنة 1458 يعني قبل 500 سنة. وهذه شريتها أصلية، عندي أصلية، يمكن هي الوحيدة بالكويت أو بالمنطقة العربية، أعتقد قطر عندهم نفس الخرائط. الخريطة هذه طبعاً شريتها مبلغ والله، نسخها عن خريطة بطليموس وملونة. طبعاً التلوين قبل ما كان مطابع، كان يدوي، هي طباعة لأن الطباعة طالعة 1500 سنة 1500 طالعة الطباعة، بس تلوين يدوي، كل خريطة يلونونها تلوين يدوي واضحة يعني بينة جيدة. وطلعت حقيقية يعني بعدين كل الخرائط اللي حطيتها كلها ما تبين أن الكويت كانت جزء من العراق. من ضمن الخرائط الكويت مكتوب جمهورية الكويت، واحدة من الخرائط جمهورية الكويت، يعني تصور يعني هذه الخريطة طالعة قبل 200 سنة، فلو كانت الكويت جزء من الكيان العثماني ما يقولوا عنها جمهورية. هذا كان حط الخط وضمها مع شو اسمه، لأن العادة يضمون الخط الحدود معها. نعم. وهذا أكبر دليل الكويت ما كانت تابعة للعراق، لكن قليل من الناس اللي يحب يصدق هالكلام. هذا خرائط موجودة، هذه وثائق موجودة. ايضا طبعا بالاضافه الى هذا، الخرائط هذه هي كانت مرجع الحقيقه يعني حق بالنسبه للكويت، حدود الكويت. في خريطه سووها الانجليز والعثمانيين سنه 1914 نعم او 13، الخريطه هذه حددت حد فاصل الكويت مع العراق بشكل دائرة يعني موجودة، والجزر أيضا كلها تابعة للكويت.
هي كانت اتفاقية بين الإنجليز والعثمانيين بالنسبة لتحديد الكويت على الأراضي. فأقول لك يعني هو كان هدف إنه يعني أنا بخدم الكويت في بلدي هذا وطني لازم اللي إحنا نقدر عليه نسويه. فنشرت هذا الكتاب والحمد لله يعني كان له صدى واسع وسوينا له معرض للصور. جبت كل الخرائط اللي عندي وسوينا لها معرض حق الخرائط هذه. جميل، مستمرين معك استاذ عادل، لكن بعد ما نطلع في هذا الفاصل متابعينا لا تبعدوا. عودة لكم متابعينا الكرام ومشاهدينا، ولازلنا معاكم في هذا المسار الثقافي برفقة المؤرخ والفلكي الأستاذ عادل السعدون. أستاذ عادل، عندك تقويم يعني من تقريبا سنة 89، تقويم السنة كاملة تقريبا بالمواسم حتى النجوم. لا، 89 سويت الخريطة. اي سويت خريطة نجوم السماء. اي قعدت أشتغل عليها سنة الحقيقة أرسمها، لأني أنا تعلمت رسم الخرائط في الجامعة، أعرف شنو نوعية الأقلام اللي استخدمها ودقتها وكذا والحبر والأخر. نعم. فرسمت الخريطة تقريبا فيها 2500 نجم، الخريطة هذه اللي هي اللي احنا نشوفها بالعين. تقريبا الإنسان يشوف 2500 نجم بالعين خلال سنة كاملة طبعا، يعني مو بنفس الليلة. وحاولت أن أضع الأسماء في النجوم في مواقعها وبالعربي طبعا خليتها، لأن هي أغلب الأسماء الآن تنطق بالعربي. نعم. وبعد ما طبعتها وخلصتها وديتها حق اهداء حق الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد حاكم الكويت اللي قبل الشيخ سعد الله يرحمه. فشافها حقيقة عجب فيها هواي. عاد هذاك الحكي 89، أنا توني يعني مو هذاك كلش. فسألني سؤال، قال لي وين نجم السهل؟ قلت له والله ما أدري. قال لا، نجم السهل هنا، شوف ما شاء الله عليه، يعرف النجوم، يعرف يعني مواقعها ما شاء الله. اي والله. طبعا هذا الحكي خلاني اقرا اكثر، ادرس اكثر، عشان ان لما اسوي شيء لازم اسويه بكل تمام وكمال. بعدين بال95 سويت تقويم مواسم، المواسم والأنواع وطوالع النجوم. احنا ندري ان السنة فيها 12 موسم اللي نسميها السنة السهيلية، اللي تبدأ مع السهيل في 24/8 السنة السهيلية، وبعد ما ينتهي السهيل يجينا الوسم، بعدين تجينا مربعانية الشتاء، بعدين الشبط والآخر إلى أنت ماشي الجوزة الأقارب الحميمين الذراعين لحد ما نرجع مرة ثانية إلى السهيل. وفيها أي نجم متى يطلع وأي برج موجود، الأبراج الـ 12، لأن هي أغلبها موجودة في الأبراج عدا برج الجبار. الجبار ما يعتبر من ضمن البروج، بس في الهقعة والهنعة من النجوم مو في برج، في شو اسمه. فهذه كان استخدم السابق، اللي العرب قديما كانوا ما عندهم تقويم ميلادي. فطبعا تقويم الهجري لان كل سنه يتقدم 11 يوم، فما يتناسب مع فصول السنه، لان هو التقويم اساسا شنو، انك تعرف مثلا متى يكون تكون الشمس على راس برج الحمل. نعم. متى تكون على الحوت، متى تكون على العقرب، لأن وجودها هو اللي يحدد فصول السنة، يجيك بارد حر رطوبة غبار إلى آخره. فكان يستخدمون النجوم، فكل نجم يطلع لمدة 13 يوم، يعني الإكليل مثلا يطلع 13 يوم يجي وراء أي نجم، فلو تضرب 13 في 28 يطلع 365 يوم. هذا الأنواع اللي يسميها الأنواع ومواسم ومنازل القمر. طبعا القمر يدورهم كلهم 28 يوم ونص، 29 يوم ونص، هذول اللي كل المنازل هذه، كل المنازل، بس الارض تاخذ لها سنه.
يعني الشمس تاخذ سنه كامله عشان تروح حق المنازل 28 بس القمر خلال 29 يوم ونص يخلص 28 منزل لانه يدور باسرع حول الارض بس الارض لا تدور حول الشمس بالتالي تاخذ 12 خلال سنه كامله ف يعني الباديه قبل العرب قديمه كان يعني مهتمين في هذا الامر ولانها عيشتهم وحياتهم لازم انا اعرف النجوم ولا اضيع خاصه مسير بالليل يعني لازم انا اعرف المواسم واعرف متى ابدا احرث متى ازرع متى احصد متى انتقل من موقع الى اخر عشان اشوف العشب والكلى وين موجود نعم فكان كل عند كل قبيله ناس يعرفون بالنجوم بالفلك وبالمواسم يعني ما ننسى الخلاوي الشاعر اللي سوى كتب اشعار غزيره عن النجوم مطالعها ومتى تطلع ومتى تغيب يعني يعتبر هذا الرجل علامه وعاش يعني مع ان تاريخه مو معروف بالضبط يعني 300 400 500 سنه او اكثر بس الرجل عاش في الجزيره العربيه يعني في وسط الجزيره العربيه ف ايضا من ضمن الاشياء اللي وضعوها الباديه هي الاقترانات لما يقول لك قران حادي البرد بادي احنا اي بدوي قبل تقول له شنو قران حادي برد بادي يقول لك ايه هذه في شهر 11 بدايه 12 كذي لانها مو ثابته نفس التاريخ لان القمر كل سنه يتقدم 11 فلما يصير قران حادي قران شنو ثريا نجم ثريا لما يقترن معاها القمر هو كل شهر يقترن مع ثريا مره واحده ويقترن مع كل النجوم اللي بالمنازل كلها بس هم اخذوا ثريا كاساس فلما يقترن معاها شنو يعني نشوفهم اثنينهم يم بعض ثريا والقمر نعم فحادي لما يصير تاريخ 11 من الشهر الهجري تاريخ 11 يسمونه حادي ما يقولون حادي عشان يقول حادي فيقول لك قران حادي بردن بادي اي معناته انت بدا البرد ترى ها لما شافوا ثريا القمر مع ثريا وبعدين يجي قران تاسع وراه لما تقترن ثريا مع القمر في قران تاسع تاريخ تاسع هجري من الشهر الهجري يوم تاسع يقول لك بردن لاسع صار الحين برد لاسع إيه وبعدين يجي جراند سابع هو لاحظ إنه 11 9 7 5 كذي 3 1 يرد مرة ثانية مثل ما قلت 11 يسمونه حادي الجراند سابع لما تقترن ثريا مع القمر التاريخ 7 الهجري يعني السابع يقول لك مجيع وشابع يعني الحين ياك مطر بعض المناطق مطر ما ياه في مناطق تشبع ولا مناطق جوعانة كذي بعد السابع يجيك قران خامس قران خامس ربيع طامس يعني أزهار وأعشاب وين ما تروح هذه يسمونه ربيع طامس بعدين قران ثالث اللي هو يقولون ربيع ذالف خلاص انتهى يعني خلاص اتكلم شهر 4 يعني تقريبا انتهى الربيع راح بعد الثالث يرجع قران حادي اللي هو اخر 4 اول 5 قران حادي مره ثانيه بس يقولون قران حادي على الماء ترادي على الماء ترادي يعني الماشيه دور الماء الحين خلاص ترجع مره ثانيه هي هالايام هذه تقريبا قران حادي على الماء ترادي لاحظ ان شلون يعني عملوا ربط ما بين اقتران القمر مع الثريا مع فصول السنه شيء يعني رائع جميل هذه العلاقه ما بينك وما بين المواسم خلتك تحب الزراعه وتلتفت حق النباتات اكثر والله ما عندي وقت صراحه يعني بس ما شاء الله الفت كتب عن النباتات النباتات اي طبعا اي النباتات الفت كتاب اسمه من نباتات ديرتنا الحقيقة أنا كل سنة لما يصير المطر غزير في شهر
أبلش من شهر 12 واحد 2 أطلع البر. إيه. ومرات أدور الكويت كلها، يعني حط لي جدول كل يوم رايح منطقة، حتى المحميات، حتى المناطق اللي فيها محطات التلفزيون والإذاعة اللي تكون محمية. إيه مسكر. أخذ رخصة وأدش وأصور النباتات الكويتية. أنا عندي فوق اللي يمكن 10,000 صورة بس نباتات الكويت، وأجمعها وأخذ كم عينة أجففها وخشة، يعني موجودة عندي في البيت النباتات المجففة، وعندي قاعدة بيانات تقريبا أكثر من 300 نبتة كويتية بالكويت. جميل. هنا وقارنها مع النباتات الكتب طبعا اللي طلعت من معهد الأبحاث العلمية أو غيرها أو من وزارة الأشغال، هي العامة البيئة كنا، لا ما أدري، هي ما أدري عندهم، بس كسر معهد الأبحاث العلمية. نعم. الدكتورة سميرة عمر الحقيقة يعني إنسانة اشتغلت عدل في هذا الموضوع وألفت كذا كتاب عن النباتات. نعم. فكنت أنا دائما أتواصل معها بالنسبة للمرجعية وكذا، لأن أنت لما توصف نبتها يبي لك 100 وصف كناحية علمية، يعني مو تقول والله طولها كذا وخضرة، لا، تبدأ من الجذور، تبدأ من الأغصان والبراعم والبتلات والبويضات والمسيم وكل شيء، كل شيء تتكلم عنه عليها. هاي إذا أنت تصف نبات بشكل علمي. علمي. وتجيب اسم العلمي اللاتيني طبعاً، والاسم المحلي اللي يكون كل دولة لها اسم، بس في لها اسم واحد لاتيني اللي هو معروفة، لأن في علماء التاكسونومي هم علماء متخصصين في تصنيف أنواع النباتات، فيقول لك هذا نباتات من العائلة الفلانية، هذا من العائلة الفلانية، هاي من العائلة، وإن اختلفت بالألوان بس هي من نفس العائلة، يعني مثل واحد أسرة، يعني تلقى الأخوان مختلفين بس هم من عائلة واحدة. النباتات كذي، يعني عندك يمكن أكثر من 70 عائلة بالنسبة للنباتات البرية أنا أتكلم. نعم. مو الباقي، لا، النباتات البرية اللي أتكلم عنها. من الكتب القيمة الله يرحمها فيولت داكسون، زوجة المعتمد البريطاني بالكويت السابق، توفت في الغزو، سوت كتاب أيضا نباتات الكويت والبحرين، نباتات البرية، نباتات الكويت والبحرين، من الكتب أيضا نادرة، وكانت دائما تطلع وتسجل ملاحظات وطلعت الكتاب هذا، وعلى أساس علمية طلعت. يعني من ضمن النباتات اللي سموها باسم زوجها داكسون، طبعا لهنا صارت معاه الداكسون، نبات يسمونه الدكسونة، هو الخزامة، نبات الخزامة اللي يكون هذا ارتفاعه وبنفسجي وريحته حلوة، لما يكون عندك المرعى كله ريحة تحس بانتعاش، اللي يسمونه نسيت اسمه، الورد البنفسجي، هذا الورد البنفسجي، لافندر هنا. فبعد ما أخذت العينات دزيتها حق لندن، وهناك صنفوها ولقوا لها أن هذا مو مصنفة ضمن أسماء، سموها دكسونة بالنسبة لها، يعني نبات الخزامة. يعني شوف، في ناس كان عندها اهتمام وتحب، وكثير من الناس زار الكويت أيضا كانوا يدرسون نباتات الكويت، يعني من ضمنها شركة الزيت اليابانية مطلع كتاب عن نباتات، وتدري شركة الزيت اليابانية كانت في الخفجي، بس لأن هي أسست معهد الكويت الأبحاث، ترى معهد الكويت الأبحاث العلمية اللي أسسه شركة الزيت اليابانية، زيت البتروليوم. نعم. بعدين خذوه منهم الحكومة، بس وكان هم أسسين المعهد، وكان يدرسون في البحر ويدرسون في النباتات في البر. كتاب موجود عندي مالهم، طالعين كتاب عن نباتات الكويت. جميل، راح نتفصل أكثر من نباتات ديرتنا، لكن بعد هذا الفاصل متابعينا لا تبعدون. عودة لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ولازلنا معاكم في هذا اللقاء وهذا المسار الثقافي المميز برفقة الكاتب والمؤرخ الأستاذ الفلكي عادل السعدون. أستاذ عادل، يمكن كنا وقفنا يمكن في نص المحطة لكتاب نباتات من ديراتنا، نستكمل ما بعد شركة الزيت وتأسيس
معهد الكويت للأبحاث العلمية. إيه. من كتب أيضا اللي طلعت في الكويت بال 67 كتاب هذا طلعته وزارة الأشقر. كان فيه شخصين حقيقة نسيتهم. الكتاب هذا أيضا وثق النباتات في الكويت. وكان يرسمونهم رسم باليد. دائما لما تطلع كتاب والرسم باليد يصير أفضل من الصورة لأن التفاصيل تطلع أحسن. إضافة إلى المعلومات العلمية مثل ما ذكر شنو فوائد الطبية شنو فوائدها شنو كانوا يستخدمونه. نعم. يعني من ضمن الأشياء مثلا عندنا نبتة اسمها القطينة. تجي الارتفاع هذا يطلع فيها مثل القطن. إيه. كانوا البدو قبل يجمعونه ويحطونه داخل كيس يصير مخدة ينام عليه. كانوا يستخدمونها يعني كقطن نسميها قطينة النبتة هذه. فأنا بالكتاب هذا آسف كتاب اللي أتكلم عنه الأشغال اللي طلع بالسبعة وستين كذي. أيضا من الكتب الجيدة بالنسبة لي كتب الكويت مثل ما قلت الدكتورة سميرة عمر طلعت كذا كتاب على الكويت. واحدة زوجة القطامي طلعت كتاب بس نسيت اسمها. كذلك عن النباتات. إيه دينا داليا اسمها كذي توت وفد. الله جميل. والكتاب هذا يعني شنو حاولت تلم فيه اغلب النباتات اللي انت شفتها ولا ماخذ حتى من مصادر اخرى؟ شوف اي واحد يقول لك اشتغل بروحي ما يصير، لازم تشتغل مصادر اخرى. في كتاب طلع بالسعودية واحد سعودي الحقيقة هذا انسان من افضل الكتب اللي سووها على المنطقة بالنسبة لكتب النباتات. وهو تكلم عن مناطق شرق السعودية يعني من الحسن وانت رايح نجد يعني مو جنوب وشمال لأن تختلف النباتات هنا. نعم. النبات يختلف حسب البيئة حسب المكان حسب الارتفاع حسب كمية المطر. أنا استفدت منه بالنسبة للمعلومات يعني مثلا عندنا الخزامة وأنا أرجع إلى شنو كتب على الخزامة بالنسبة لي متى تطلع متى تثمر ويضع أيضا الأشعار اللي نزلت فيها الصفات النبات بالنسبة للون الطول إلى آخره واسمه العلمي وأيضا شنو كان الناس تستخدم النباتات هذه لأن كثير من النباتات كانوا يستخدمون حق الأصباغ يستخدمون حق الأكل العلاج أيضا. فالكتاب هذا الحقيقة يعني من كتب النادرة والله أنا نسيت اسمه صراحة ما اسمه حسين أو عبد الحسين ومن السعودية. فلما تشتغل في شيء لازم ترجع على أخرى يعني من ذو الكتب أيضا أنا عندي كتاب مع كيو اللي محمية كيو اللي في لندن اللي خاصة بالنباتات وعندهم كتاب أيضا عن النباتات وفي معلومات اسم العلمي والآخرين كل المراجع. نعم. فلازم أنا عندي حوالي 200 كتاب بس حق النباتات ما شاء الله لازم ارجع لهم كلهم لان مرات يعني يصير في اختلافات حسب اللون حسب تشابه حسب المكان. فانا المعلومات اللي عندي موجوده رحت حق الدكتور الغنيم الله يطول عمره قلت له انا بسوي موسوعه النباتات الكويتي مو الكتاب هذا اللي هو من نباتات ديره الموسوعه شنو يعني 4-5 كتب على كل 300-400 صفحه وكل نبته عليها 3-4 صفحات اتكلم سواء بالصور اللي انا مصورها او بالنسبه للمعلومات اللي بحطها. وقتها هو قال لي لا خل نسوي كتاب مختصر حق الشباب. قلت له ما في مشكله ما الميزانيه مضايقتهم او كذا. المهم سويت كتاب هذا اللي حطيت فيه تقريبا 80 نبته من النباتات المعروفه يعني بالكويت يعني مثل السعدان مثل الخزامه مثل الحنبزان الرمرام يعني اللي الناس لما تشوفها تعرفها اكثر شيء الحوة. وحاط فيه طبعا صور وشرح بسيط عشان الناشئه يعني نبي ايضا الناشئه يعرفوا شنو بديرتهم النباتات موجوده في البر. وفصلتها سواء
نبات حولي أو معمر. جميل. الحولي طبعاً اللي يطلع بس في شهر 12 واحد 2 3 4 وبعدين خلاص، بس المعمر لا، يقعد سنة على مدار السنة، يقعد 4 سنوات 10 سنين، مثل العرفج، مثل الثندة، مثل العوسج، هاي نباتات معمرة. الرمث نباتات معمرة، الأرطة، الغضة، بس النباتات الحولية اللي تطلع بالصيف. احنا مشكلتنا بالكويت النباتات الحولية ما في مشكلة، لو تاكلها الماشية لنا راح تطلع مرة ثانية. مشكلتنا مع النباتات المعمرة، يعني يجيك العرفج مثلا يشيلها من عرجها، الرمث يشيلها من عرجها، ما راح يطلع. هذه قاعدة كم سنة يا الله وصلت إلى ارتفاع معين، تجي تروح تشيلها يا أخي. فللأسف الرعي الجائر أو القطع الجائر، يعني حتى مرات بعض الحيوانات تاكل النباتات هذه وهي صغيرة، مثل العرفج توه طالع تاكلها خلاص ما ما ما, ما تكمل. ف يعني كان مفروض ان مع ان طلعت البيئة قوانين وكذا، لكن لحد الان نشوف ناس مثلا بالشارع قاعد يقطع النباتات هذه. جميل. نبي نتكلم عن رزنامة النوخذة المرزوق، كلمنا عن هذا الكتاب وشنو فحوى هذا الكتاب. النواخذة بالكويت قبل كل نوخذة، يعني عندك العسائيس، العثمان، القطامي وغيره، قبل ما يطلع طبعا انا بعضهم نسيتهم عشان لا يعني او مو محضر احط الاسماء كلها. نعم. قبل ما يطلع عنده لوج بوك اللي هو كتاب يكتب فيه يوم بيوم هدف الرحله وشنو شايل وين يروح، وكل يوم يكتب شنو اللي واجهه بالطريق، ويكتب واللي هو اهم شيء الحسابات الملاحيه، يعني يقول احنا على خط عرض كذا، طول عرض كذا، وهذه يقعد عليها فتره يلا يطلع الارقام، مو بسهوله يعني، يبي له واحد معلم. كذي قبل كان سفن شراعيه بالنسبه للكويت لازم اذا يمكن يصير ناخذها بس مو معلم، ناخذها يعني يقيد الجماعه بس، مثل قبل الطيارات في كابتن يدير طياره بس معاه واحد ملاحه، فهذا المعلم هو مال الملاحه اللي هو يسوي الحسابات مع جهاز الكمال، طالع ارتفاع الشمس عن الأفق عشان يعرف خط الطول، آسف دائرة العرض وخط الطول. قبل شلون كانوا يستخدمون؟ قبل كان عندهم يعني هاي ذكرها الله يرحمه القطامي في كتابه جهاز توبدال، طبعا هو قديم يعني طلع من 500 سنة، اللي هو هذا الجهاز هو اللي ساعد كولومبوس انه يروح امريكا ويكتشفها. في قطعه خشب مثلثه وفيها رصاصتين عشان لا تغرق ولا تطفح وايد، وفيها 3 حبال تشدها تقطها في البحر، مقاومه الماء تشد الحبل، فالحبل هذا في واحد ثاني ماسك بكره عليها الحبل، فكل ما تسحب تمشي عليها عقد من كذي، قالوا السفينة سرعتها كذا عقدة، فكل مسافة في عقدة حاطين أهمة بالأساس قبل. وفي واحد عنده شيشة اللي هي الساعة الرملية، فأول ما يقط هذيك يقلبها مدتها 28 ثانية يعني نص دقيقة. حتى بعضهم إذا كان ما عنده شيشة في آيات قرآنية يذكرها برتم معين بحيث يدري أن 28 ثانية انتهى، فهني حسب كم عقدة فيعرف ان السفينه سرعتها بهذا الشكل. طبعا من خلال هذا يطلع المساج اللي هو المساحه اللي سارها خلال يوم، ايضا هو يحسب ايش كثر سار خلال يوم، وبعمليات معقده الحقيقه يطلع لك ايش كثر خلال 12 ساعه ايش كثر السفينه مشت، ويعرف خط الطول والارتفاع يطلعه، فيحدد مكانه يعرف وين رايح. يعني ما كانت العملية بالسهولة قبل، يعني إذا أنت نوخذة خاصة في البحار العميقة، يعني غبة ماكو، ما عندك لا جزيرة ولا ساحل، أنت ماشي ليل نهار ظلمة وما في. فولده ماجد جاب الرزنامة مالته، فقلت له أنا بسوي لها تحقيق، يعني أضيف عليها وأكتب شنو المعلومات اللي فيها. ف
وديتها مركز دراسات البحوث. حقيقة يعني مركز دراسات البحوث يعني مكان قام الكويت إنه ينشر أي شيء يهتم بالنسبة لتاريخ الكويت يعني. والقام عليه الله يطول عمره الدكتور عبد الله يوسف الغنيم. نشرنا الكتاب طبعاً هذا اللي هي روزنامة محمد ماجد المرشد. إضافة لذلك في معلومات أخرى أيضاً يكتبونها لما يوصلون مثلاً بندر من البنادر، بندر اللي هو المينة طبعاً، شنو تصير حوادث. يعني أنت عندك كتاب تسجل فيه كل التفاصيل لحد ما يرجع الكويت، والحسابات يكتبها صرفنا كذا، لأنه هو مسؤول أمام صاحب السفينة، لأنه يعطي ميزانية وبالتالي يقول عن شكثر صرفت وشكثر دفع جمارك، وماني يأخذون عليهم جمارك ومصاريف العمال ومصاريف البحارة. نعم. فيكتبها ويقدمها بس الكتاب هو يظل عنده لأنه هذا كتابه ماله، يسجل فيه كل الرحلات. الشيء المميز في نوخذة محمد ماجد المرجوب أنه هو الوحيد نوخذ الكويتي اللي عبر خط الاستواء. عبور خط الاستواء مو بسهولة، لأن أنت لما تعبر خط الاستواء الشمس تصير فوق بالضبط، بالتالي أنت ما تدري وين شمالك من جنوب. إيه. أنا حقيقة يعني راجعت كل الرزنامات اللي طلعت قبل، يمكن أكثر من 20 رزنامة، وطلعها الدكتور الحجي وجهد يعني مشكور حقيقة قام فيه إنه نشر رزنامات في الكويت يعني. حتى لو جاي من الهند يروح هني ويرجع كذي، ما يروح سيدة. بعضهم يروح سيدة بس وهو طلع من هني وعبر خط الاستواء ونزل تحت لزنجبار، وهذا هو الوحيد اللي قطع خط الاستواء. هذا اللي ميزه يعني محمد ماجد المرجوب. استمتعنا جدا في هذا المسار الثقافي استاذ عادل السعدون معاك، وهذه الرحله عبر الزمن. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونتمنى دائما نلتقيك ان شاء الله وانت بصحه وسلامه يا رب. الله يسلمك. شكرا على استضافتي. شكرا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء وهذا المسار الثقافي المميز اللي كان برفقة المؤرخ والفلكي الأستاذ عادل السعدون. نراكم إن شاء الله دائما على خير. نترككم حفظ الله ورعايته. في أمان الله.